بس انا الف مبروك تكريم البرنس. الله يبارك حضرتك. انت احمد داش اتشتم لما شبع يادي يا شمام وبتاع، فدي اهانه مباشره لاي حد مدمن ولا حافز لان هو يبعد عن الادمان؟ والله لا، احنا بنكون مسؤولين دايما عن وجهه النظر اللي احنا بنقدمها في الدراما، القوى الناعمه ليها تاثيرها وليها 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 شكلها وسط المجتمع وليها طريقه في بنايه المجتمع. احنا دورنا كصناع دراما وكصناع فن ان احنا نرتقي بمجتمعنا وان احنا ناخد مجتمعنا بشكل افضل. فكرة ان احنا نقدم او نلقي الضوء على قضية زي قضية المخدرات او اللي هي الاواضي التابعة لصندوق مكافحة وعلاج المخدرات والادمان، دي قضية انا شغال عليها من فترة طويلة طول الوقت مع 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 وزارة التضامن، مع سيادة الوزيرة غادة والي الوزيرة السابقة، ومع الوزيرة نيفين النهاردة سيادة الوزيرة نيفين القباج، والدكتور عمرو عثمان اللي هو الرجل ده من اهم الناس اللي مسؤولة دايما عن الموضوع واللي مهتمة بالموضوع وبالقضية ودايما بينسق معانا، وده دايما بيخلينا عندنا 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 موتيف زي ما بيقول ان احنا نهتم بالقضيه دي وننمي مجتمعنا، وده دورنا. كان المشاهد اللي صارت جدل فكره عدم دفن البنت، انت كنت متعمد ان انت تخفي المشهد ده بشكل اخر؟ لا والله، هو انا بتبع منظومه، هذه المنظومه ليها رقابتها الداخليه وفيها رقابه ذاتيه، وانا دايما بيتم المناقشه بيني وبين المنظومه اللي انا بتبعها، المنظومه الانتاجيه اللي انا بتبعها بقياده الاستاذ تامر مرسي والاستاذ حسام صالح، طبعا الاستاذ حسام شوقي، ودايما تنسيقي معظم الوقت مع الاستاذ حسام شوقي والاستاذ حسام صالح بيكون دايما فكره ان احنا في مشهد الرقابه شايفه في وجهه نظر، احنا بنحترم الرقابه لان احنا في الاخر دوله قانون، فساعات بيحصل ان مشهد يتسرب من المونتاج او مشهد ينزل من المونتاج ويكون ده ما تعرضش في التي في، او ساعات في قنوات معينه بتمنع عرض مشهد وقناه لا، فانا بحترم القانون بتاع كل محطه وبتاع كل محطه جوه او بره مصر. هو فعلا المشهد ده كان نزل على محطه وفي محطه ما نزلش عليها، فالمشهد اتاخد من الحلقه من المحطه اللي ما نزلش عليها ونزل، ولكن انا شفت ان هو كان ليه تاثير، هو كان في خلاف بسيط بس معاه على الرقابه، ان هو فكره الدفن بدون تصريح، ان احنا ما نحسش الناس على الدفن بدون تصريح، ويمكن دي فاتتنا شويه، واحنا كنا مركزين في فكره ان احنا نقول ان اخر الادمان الموت، اخر اني بالظبط حتى دفن غير كريم.